ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما أخيرا حسيت على دمك، أخيرا حسيت على دمك، صار عندك ذرة إحساس تاخذ سيارات الناس وتخربها. اسكت بس اسكت تذيني، حتى أمك تروح تخليه تكلم أمي، تروح تخليه تكلم أمي تمناني بسيارتك. أتمنى ترى بصلحها لك، تكفى مختار صلح خليه يخذها، أتمنى فيه ترى. البارحة والله يا مختار دكتور قلت ما له حال الا نكلم امه. ما بهذا اسلوب، هذا ما باسلوب رجالي، ما باسلوب رجالي ذا. تروح تكلمهم وتخليه تفشلي امي، بس ما بعت له عليك ترى، ولا بماخذ منك شيء. تسمع ليش تاخذ سياره، ليش تاخذ سياره وتخليه واقف عند بيت؟ انا بسالك سؤال، لا ولا سمح الله جاء طفل وشمخ السيارة وهي واقفة عند بيتكم، كم خسرت؟ بينزل من سعر السيارة 20 ولا 30 ألف؟ ايه الشيء ينزل من سيارة 25 30 ألف. ديكور ما تصلح يبا، ذي ما تصلح 35 20 ألف. اسمعني يا بدويش، ترى عيب عليك يا بدويش، انت انسان محترم ومتربي تربية طيبة، عيب عليك تجرح مشاعر الناس وتجرح مشاعر السيارة. سيارة ذي في مشاعر، في مشاعر ذي مليانة مشاعر يا بدويش، تفكر بس انت اللي عندك مشاعر. وما اقول الا والله مالت على اليوم اللي ايوه عرفتك سيارة فيها مشاعر. لا بعد قلي يدفع 5000 بعد ما جيت. المهم يلا شلون عن سيارات نموت بنستلمها؟ سيارتك على ما تصلح بلها وقت، ورجاءً لا تخلي امك تكلم امي ان شاء الله. قل لهم انهم خلاص يتكلمون، وامي بغير مكانها بعد وبغير رقم جوالها. اعتقد اي مشكلتك فضحتنا ويا امي. ابوي منين جبت رقمه؟ انا مستغرب منين جبت رقمه؟ اسمع، ما تم احد ما فضح يا عنده، ما تم احد ما خلى يفشل يا تفكر ابوك عنده رقم واحد، ابوك عنده رقمين والرقمين موجودين عندي. ومنين خدتهم انت؟ منين خدتهم؟ شو اللي قابل فيه؟ شو اللي بقابل؟ مفروض ما تحرك شيء مبلاك، ورجاء سيارتك بتصلح وبعدين خذها وفكنا منها. خلك محترم لا يكون اتصل مختار، عطني جوالك خلنا اتصل على ابوه. اقول يا انت احترم نفسك انتبه لا تتدخل. انت ادري ايش اقول له؟ يا اللي شكله من المقله خربان ده مقله ذا. اي هذا شيء يسمونه عجل، هذا اللي يحطون فوق الديك. شو ده مقله ذا؟ اي شنو ذا؟ ها شو اسمه عجل ذا؟ اول اللي يركبون السياره دي، اول ايام اول ما اول ما في عقل يا بدويش. اي نعم يحطون لي عقال. شتبي لا ايش نهايتك؟ بدويش جيب ماي. هلا عبد الرحيم شو اخبارك؟ بدويش شوف بسالك، احنا السياره عندي ذي، انت قلت لي انك بتجي وبتصلحها، جبت انا مختار. ها راح اجيب ماي، خلنا نصب ماي. انا قلت بجيب، شوف قلت انا خليت مختار يجي على ما تجي انت. شو رايك؟ ها ما بعجبك انا يعني، لانه ما اعرف اصلا. قال لي راح اجيب ماي، ما اعرف شكلها. راح اجيب ماي، راح اخلص خلنا نصب لهم ماي. شوف خربها انا. تكفى لا اجي اقول ان الماكينه تعطلت. ليش بسرعة شلها؟ ايوه شلها 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 شلها، خبها على جنبي، ما ابي الموتر يشتغل كلش. ها ولا قول قله ماكينه كلش. لا حول ولا قوه، الله يعينك يا حبيبي يا بدويش. هلا حبيبي، هلا هلا والله. عندنا لك خبر يا بدويش ما بزين. فيك ماكينه؟ شنو ماكينه؟ في الماكينه ماكينه متعطله يا بدويش، وماكينات ذي نادره، يقول لك في العالم كله يمكن ما بقى الا ماكينتين ثلاث له. زين تعال دقيقه يا ابو ايش ماكينه؟ ايش ماكينه؟ يبا انا ما سكت السياره، طفت علي فجاه. تفاهم يا مختار، راح دق سلف وشوف. راح ما سكت، اقول لك انا ايش اجيب لك يا ابو دويش؟ الرجال يقول لك تعطلت الماكينه، انت تارك السياره بدون ماي، وانا رجال انا ابي 30 ألف، ابي قيمه الماكينه. والله ما هديت بدون ماي، والله ما هديت بدون ماي، معبيه سبعه ماي البني. شو البني؟ والله ما هديت، ما في ماي بربط الماكينه، خلاص جاها حراره. باني والله بالحاله قامت تقاطر. ها باني قامت تقاطر بالحاله. شير عدل يقول لك ما فيها ماي ما فيه، يقول لك الرجال ما في مختار. شايف شفنا واشفه.
كبريته انا ابو دويجه ب 30,000 انا السياره 30 بتشتغل هاي السياره تشتغل راح شاقر راح شفت اشتغل شو الوضع الحين شو رايك انت خلاص ماكينه ما في الا ماكينه شلي شلي ها خربت انا عندك اي شهود عندك علي حد يم ما خربت انا يم ما عدله والله ما خربت والله يا ابو دويش سياره عندك سياره عنده ولا مو عنده من ذا بيتي 30000 30000 تفاضي يجيب 30000 ما خربت انا اقول لك والله طفت والماي بقى مخر يقوطر بالحوالي والله يقوطر يا ابو دويش انا ما اعرف الكلام ذا يا ابو دويش انا جيب لي واحد ثاني شو ما بيهم انت يا بخيتر انت ما علي منك انت ما بيك انت ما تعرف ولا ونختبت من سببك قال لي والله انك انت خزر فلوس ما بسكت لك ما بتفكر فوضى بس حلال الناس انت تسمع انت وياه حول ولا قوة الا بالله حول ولا قوة الا بالله خلاص ما في فايدة انت تتكلم انت الحين اصبر خليه من هذا؟ ما يريد رجع ولا نعرفه ميكانيكي ايه ارى شوف اسمع السيارة جبت مخيتر ذي رفيقنا مخيتر تبي شغل سيارة قام السيارة تسوي تي 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 شو بس كذا ما تشتغل شو تسوي؟ تسوي تي 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 لا تسوي تي لا جيت تسوي تي 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 شو الفرق؟ شو الفرق؟ بين ولا ما شو الفرق انت تسوي سيارة كذا ويقول مخيتر ان الماكينة طقت ايه ما فيها ماي يقول لا يقول هو يقول مخيتر ان ما فيها ماي في الكبريتل